أكثر من 70 بلد بس كمان 25 بلد. أكثر من 70 بلد. وفي داخل البلد أيضا يسافر كثير. الآن في هذه الزيارة هو في أسبوع هذا الشهر زار بورعين وزار جوهر ونحن لم نزور. فكثير جبال طبعا عنده إذاعة متنقلة عنده بث مباشر من يدفع مجاني مجاني. أنا كنت أتابع رمضان الماضي 10 أواخر الناس كلهم كانوا يذهبون إلى مكة المكرمة للاعتكاف هناك وهو ذهب إلى رهينجا وكان يعتكف في مخيمات النازحين الذين أرغموا أن يتركوا بلدهم. الدكتور هاني طبعا شخصيا نحبها كثيرا وتعلمنا على أيديها هذا العمل الإنساني. أنا أول محاضرة طبعا دخلت في الخطة السابقة لكن أول محاضرة كان في ديهات في دبي دكتور دبي أظن عام 2014 تقريبا. أنا تعرفت عليه بصفة مباشرة كان 2004 تقريبا في ديهات كان له محاضرة تعرفت بها كثيرا كان عن العمل الإنساني وكان كلها تدور حديث خديجة سيدة خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم إنك ليش الحديث إنك تصل هذا الحديث كان يفسره كأن الحديث كان دليل عليه رغم أننا تعلمناه ونحن في الابتدائية. فكان كنا جزاه الله خيرا رجل مليان التعريف رغم أنه ترك مهمته ومهنته كطبيب وهذا العمل الإنساني طبعا. وأيضا اشتهر بأنه استلم الجوائز العالمية حقيقة يعني وسام الشرف البريطاني ملك بريطانيا أليس كذلك وكذلك عدد من الجوائز العالمية. فأذكر عندنا جزاه الله خيرا نحن حقيقة استفدنا منه كثيرا ومؤسسة زمزم حقيقة المدينة في كثير من الأمور وتشجيعه وتعريفه للمؤسسة في كثير من الأماكن. فنرحب دكتور هاني بنا في هذا اللقاء فإن شاء الله تعالى نستفيد منه هذه الساعة من تجاربه وتجواله في العالم إن شاء الله تعالى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد إن أنا أكون معاكم اليوم وكنت أسعد بكثير لما شفت الجامعة اللي أنتم عملتوها ومصرين على إنها تكون من أحد مشاريع التنمية لتحارب الفقر وتحارب البطالة وتحارب التطور. خليني أتكلم معاكم بمنتهى الصراحة، من أنتم؟ سؤال كل واحد فينا يسأل نفسه، من أنا؟ لا 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 لا، من أنت؟ شخصيتك، اعتباريتك، بتعمل إيه في الحياة؟ أنا في عادي اسمي عادل عثمان مليك، كنت أشتغل بالتدريس دائما. من أنت يعني عرف شخصيتك من الداخل، إيه دورك في الحياة؟ أنا إنسان ها كويس. أنت إيه؟ أعمل أنت ملك ولا جلا؟ أنت تعمل إيه؟ كنت دائما أعمل بالتدريس بالتدريس والتربية. أنا من أنت الآن؟ ربي ربي خلاص. من أنت؟ إنسان يعمل والله هذا هذا الكلام اللي يسفك ايه من يفسد فيها ويسفك الدماغ. ونحن نسبح محمد في القدس لك عشان الملائكة قالوا كده ربنا سبحانه وتعالى. ما انت اللي هتسفك الدماغ؟ من انت؟ انا عيون ايه؟ انا عيون هيومن. انا عارفينك هيومن. من انت؟ انسان يخدم لنفسه ولغيره يعني كويس. يبقى دي اضافه، انسان يخدم نفسه ولغيره. انسان متطور في انسان متطور انسان
انسان محب للخير وبدء للاخرين. محب الخير واللي بعدها الاخت ولا مين؟ تحاول تثبت نفسها دائما. تحاول تثبت نفسها دائما. ها يلا. ها؟ ينفع على الاخرين. نافع عن الغير. ايه؟ نافع عن الغير. نافع عن الغير. خادم المساكين. خادم المساكين. I'm human. There are suffering from it. Okay, very good. بعد خير. إنسان مبادر. سلام. مبادر مبادر. مبادر. شعيب. من أنت؟ مستخبى يعني مش هتجيبك؟ عمل إنسان. عمل إنسان. عمل إنسان. Okay. من أنت؟ إنسان متضرع. إنسان إيه؟ متضرع مسكين. مو مسكين. نعطيه صدقة. أعطيه صدقة. من أنت؟ رغم يمن بيدي. ها؟ رغم يمن بيدي. نورمال بسم الله ما شاء الله مجتهد فقير لله فقير لله انسان يعمل بالصالح عامل في وقاته انسان يعمل صالح عامل انسان خلق للعباده خلق للعباده ها انا انت انسان مساعد للمحتاجين محتاجين محب للاخرين محب للاخرين يحب الابداع يحب الابداع خادم الاخرين خادم الاخرين انسان نافع للغير نافع للغير يخدم الايتام نافع للغير الايتام مسلم 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 انسان يشكر الخير ها انسان يشكر الخير يشكر الخير نعم يحب الرساله ويؤمن يحب الرساله ويؤمن عبد الله الله سبحانه وتعالى قول ذا في حاجه انتم ما حدش يقول ايه هي على قد ما فاتت ولا واحد في بالي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ما لم تقولونه صراحة أنا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله تشمل كل ما قلته أنا 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 رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلفنا بخدمة الشعب الصومالي. هنا مفهوم الايه المسؤولية. أنت لا تعمل هنا لأنك تريد وظيفة. أنك تعمل هنا تريد أجرين. أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة. فأجر الدنيا نحن مكلفين بدفعه، مفيش مشكلة. أما أجر الآخرة بيأتي بناء على ما فعلت في الدنيا بأجر الدنيا. القائم على الأرمل والمسكين كماذا؟ سوري القائم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر وأنتم من هؤلاء وأنتم من هؤلاء وكأن صلى الله عليه وسلم لو احنا استحضرنا النية وبصينا على اللي احنا بنعمله دلوقتي وكأن صلى الله عليه وسلم مكلفنا وينزل إلينا جميعا فردا 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 ويسعى بما تقوم به ويسعد بما تقوم به ويسعد بما تقوم به ويسعد كل ما تقوم به على مستوى الفرد فده اصل حمل مسؤوليه ابلاغ الرساله واتمام المهمه التي كلفكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فانتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان مستخلف بعض الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر فأصبح له أجر صح؟ وبيت المال وضع له أجر لكي يعيش ها وتعيش مع أسرته ثم كان عمله الأخروي الدنيوي أنه يخدم المجتمع بتاعه ليل نهار ليل نهار لا تعب ولا ضجر ولا شكوى ولا أي شيء. ليه؟ لأن مجهوده كان مرتبط بالله سبحانه وتعالى. مجهوده كان مرتبط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. مجهوده كان قارب من إيمانه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مجهوده كان هو جزء من رسالته إن لم تكن رسالته في الحياة. كخليفة أو كأمير خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ده كان المجهود بتاعه في خلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يريد ان يكمل المهمه التي انجزها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوفاه الله سبحانه وتعالى. هل استشعرنا المسؤوليه؟ تعال اقف جنبي كده، اقف هتقعد تساكت كده وبس وخلاص. انزل هناك وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إليك باسمك ايه؟ عبد القادر مش غادر. الغدر من الغدر. من غدر يعني. بتبزها السودانيين والباغيات الصالحات، خد بالك مش باقيات. السودانيين والباغيات. عبد الغادر. غادر يعني عبد الغادر غادر يا أخي. عادل يا الأخ عادل. تمام. ينزل كده وكأنك تنظر والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل إليك ويقول لك يا عبد القادر، يا عبد القادر أنت مكلف بالخدمة لهذا المجتمع الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتكليف مش من شعيب، التكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحضرنا بروحه معنا هنا، يحضرنا برسالته، يحضرنا بحبه، يحضرنا بما ولع الإنسانية من حلول إلى الأبد إلى الأبد. فهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وخاتم المصلحين الصالحين. هذا هو الذي أنت رسوله يا عبد القادر. أول حاجة فاحنا نتكلم نحن بين من أنت؟ نحن رسل الرسل صلى الله عليه وسلم. حري بالرسول أن يحتذي بمن أرسله ومن كلفه بالرسالة، كما قال لأخونا شعيب في حديث السيدة خديجة رضي الله عنها عندما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء خائفا مرتعدا يعني مرتجفا يقول لها كأم وكزوجة حبيبة دثرين دثرين، قالت له والله إن الله لن يخزيك أبدا، فإنك تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين المحتاج وتصل الرحم وتساعد على مصائب الظهر. وهذه هي قواعد رسالة العمل الإنساني والعمل الاجتماعي الذين أنتم مكلفين بالقيام به في أي مكان في الصومال أو خارج الصومال مع أي نوع من أنواع البشر، سواء كانوا على نفس الدين أو غير نفس الدين، على نفس المذهب أو غير نفس المذهب، وهكذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث رحمة للعالمين، وكل عالم لا نعرفه وكل عالم نعرفه. ولم تكن بعثته كسيدنا موسى عليه السلام جاء عشان ينقذ بني إسرائيل من بطش فرعون، وعشان سيدنا موسى عيسى عليه السلام ينقذ أخراف بني إسرائيل الضالة، وعشان سيدنا ابراهيم من أبناء الانبياء اللي صدع فقط بكلمه التوحيد لم يبني مجتمع، ولا سيدنا عيسى بنى مجتمع برسالته، ولا سيدنا موسى بنى مجتمع. سيدنا موسى خرج بالمجتمع بتاعه علشان يبنيه في مكان ما في مكان ما، فالمجتمع بتاعه خذل وعبدوا العجل. وسيدنا نوح ما بناش مجتمع، انقذ مجتمع من هلاك، فبنى المركب أو السفينة وأخذ من كل زوجين اثنين. لكن الذي بنى المجتمع وأرسى قواعد بناء أي مجتمع في العالم على قواعد ربانية هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هكذا؟ المشكلة في الصومال مشكلة مش سهلة، لكنها سهلة. مشكلة مش معقدة لأنها مش معقدة. في عندنا مشاكل أمنية، وعندنا مشاكل اقتصادية، وعندنا مشاكل في التعليم، وعندنا مشاكل في الصحة، وعندنا مشاكل في المياه، وعندنا مشاكل في الجفاف، وعندنا مشاكل في السيول، إلى آخره إلى آخره. الجبل اللي أمامنا مبني من الحصى، والأنهار مبنية من قطرات المياه تعمقهم، كذلك المحيطات. وكل مشكلة ليها حل، ما في مشكلة في الدنيا ملهاش حل،
لكن علينا أن نتكاتف ونتنازع عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية من أجل إيجاد حل للصومال. وتكون الصومال هي ديدننا اللي احنا عايزين نقف عشان نساعده. احنا خرجنا من فترة صعبة وأصبح دلوقتي عندنا فترة أقل صعوبة، فلابد إننا نحمد ربنا على إننا دلوقتي بننتقل من مرحلة إلى مرحلة. أهم شيء في المرحلة دي إننا نتكامل ونتشاور ونتكامل ونتعاون ونتواصل مع بعضنا البعض، ولا يستأثر أحدنا بشيء، ونكون ناصحين للمجتمع ونكون ناصحين لأي حضور من الحكومات. لأن أرض الصومال من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها هي لكل صومالي. كل صومالي لو حق العيش الكريم داخل هذه الأرض، وأنتم كرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمتكم أن توفروا هذه الحياة الكريمة لكل صومالي، وأن ترفعوا مستوى الوعي عند المواطنين. الوعي يختلف عن التعليم، ترفعوا مستوى الوعي عند المواطنين، وأن تبنوا صومالا قوية، وأن تبنوا مؤسسات مجتمع مدني قوية، وأن تبنوا وتحاولوا مساعدة الدولة في بناء مؤسسات دولة قوية. ما في دولة تستطيع أن تستقر بدون أن يكون لها مؤسسات قوية ومستقلة. وأنتم كمؤسسة كبيرة من حقكم على الشعب ومن حق الدولة عليكم أن تساعدوها بما عندكم من إمكانيات بشرية أو إمكانيات فكرية أو إمكانيات ثقافية أن تبني مؤسساتها. بناء المؤسسات حالياً أهم شيء في استقرار الدول واستقرار المجتمعات وبناء الاقتصاد اللي بنتكلم عنه. يبقى التكامل والتواصل والتعاون والشراكة وبناء الحوكمة الرشيدة لكل جمعية من الجمعيات. ولا نقل نحن زمزم. الفلوس اللي عندنا مش فلوسنا. فلوس مين؟ مساكين. فأنا أجير عند الفقير. أنا أجير عند الفقير. وأن نحن جميعا أجراء عند الفقراء. فحينما نستحضر مسؤولية كوننا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستحضر أيضا مسؤولية أن ما ننفقه من مال على حياتنا وأولادنا إلى آخره هو الذي يعطينا إياه الفقير والأرملة والمسكين. لكي يكون لك رؤيتين، رؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تستحضره معك وكأنه هو الذي كلفك أن تكون رسولا له في هذه الأرض، والرؤية الأخرى أن ترى المسكين واليتيم والفقير والأرملة إلى آخره إلى آخره هم الذين يدفعون مرتبك. لأن كل الأموال التي تأتي هنا تأتي من أجلهم، وما نحن إلا أمناء مستأمنين على هذه الأموال. ده دور. أنا كلمت عن من أنا، وكلمت عن من يدفع لي مالي اللي هو اليتيم، وكلمت عن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمت على دوري في الرسالة المتكاملة اللي احنا نتكلم عنها، ودورنا في بناء وطننا الصومال. لابد أن نتكامل، لابد أن نثقف القبائل ونثقف العرقيات وثقف كل التشكيلات دي كلها أنهم يعملوا من أجل صومال واحدة. صومال أغنى منكم جميعا بكل مواردها الطبيعية، سواء كانت داخل بطن الأرض أو فوق سطح الأرض، بكل مياه، بكل أنهار، بكل مناخ، يتكفل الصوماليين وأكثر من الصوماليين. قد تصبح في يوم من الأيام سلة غذاء للمنطقة كلها، سواء كان في جوبا، نهر جوبا أو نهر شبيل. لكن لابد نقعد مع بعض كيف نبني سدة، فكيف نصلح اللي انتوا بتسموها ايه الحواجز المايه اللي بتسموها انتوا بالصومالي ايه؟ بيو بليون ملايين
الأمطار مكعبة على فين؟ على المحيط. على البحر. المحيط. كل سنة أنا جيت هنا في 2016 و 2017 و 2018 واليوم وإحنا كنا من كم يوم في حتة اسمها إيه دار شابيل جاء داروي داروي فيضانات في نفس الوقت تقول إحنا عندنا جفاف. وبعد شهر كده يبقى احنا عندنا رؤيه ازاي نحجز الميه دي ما تروحش للمحيط. نحجز الميه ما تروحش للمحيط. مش هينفع نقدر نحجزها الا لما نتكاتف مع بعض. تقعد الجمعيات الصوماليه تضع رؤيه. الحكومه تضع رؤيه لكيف نحجز هذه المياه اللي بتهدر في المحيطات كل عام. لو احنا حسبنا كميه الامطار المكعبه التي اهدرت في المحيط الهندي في الاربع سنوات الماضيه تطلع تريليونات مش بليونات بليون تريليونات من الامطار المكعبه الكافيه لاغراق الصومال كلها من شمالها لجنوبها مش قادر. لكن بدون وجود رؤيه لينا وبدون التكاتف لن نستطيع. اول زلزال في الصومال كان سنه 2005 انا رحت عند جربي بورتلاند وقاربين؟ نعم وقاربين كان في حوالي 8 أو 7 الوزراء تعليم والصحة والقانون وكذا 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 قعدنا مع بعض كده في غرفة وكلمنا كل واحد كان بيتكلم على الوزارة بتاعته. أنا عايز كذا ساعتها أنا بدأت أتذكر اللقاء ده بقولهم أنا معيش إلا 100,000 دولار أو 100,000 جنيه وعايز مشروع واحد فقط مشروع واحد فقط فما هو المشروع اتفقوا عليه؟ قالوا المياه. كل تنازع عن الوزاره بتاعته سواء كان الصحه او التعليم او القضاء او كذا كل تنازع انا كان قال لك الميه ليا وللحيوان وللنبات فيما بعد نستطيع نعمل مجتمع. مجتمعنا مجتمع زراعي ومجتمع رعوي. اوعى حد يضحك عليكم او يخرجكم من الرعي والزراعه في الان لان هذه قاعده الاقتصاد اللي كل مواطن صومالي ممكن يعملها في مرحله معينه. لابد انك تبني الاقتصاد من تحت لفوق من تحت لفوق وعشان نبنيه لابد يكون عندنا اول شيء منبات امنا فيه سربيه متامن والايه والمكان اللي هنعيش فيه معافى فيه بدنيه بالصحه عندها قوت يومي الاكل بتاع كل يوم كان كانما حيزت له الدنيا صلى الله عليه وسلم قال. يبقى الامن والسكن والصحه والغذاء. مره كان الشيخ الخرداوي ربنا يديله الصحه بيحكي قصه كده عن الفقر تاثير الفقر على العلماء. تاثير الفقر على مين؟ العلماء مش علينا احنا هنا. فلقى الشيخ قاعد بقى في المسجد كده وبيتكلم وعنده 50 مسألة فقهية و20 مسألة شرعية ومش عارف كم مسألة حديثية وقاعد بقى منشجع يعني مبسوط. فدخلت عليه الجارية قالت له كده في ودنه يا شيخ لا نعم قالت له ما عندناش أكل في البيت. تعرف على إيه؟ قاتلك الله لقد أطرت مئات المشاكل أو مسائل من دماغك. خلاص البيت ما فيهوش اكل البيت ما فيهوش ذره البيت ما فيهوش سرده البيت ما فيهوش دقيق ما فيش عيش ما فيش رز ما فيش حاجه. قاتلك الله لقد اطرت كل هذه المسائل منه. فالاول شيء لابد توفير الغذاء والمياه وتجعلوا احدا يخدعكم بشيء اخر. وده اللي موجود تحت رجليكم وده اللي يمكن كل فرد من ابناء الشعب الصومالي يقوم به الزراعه والمرأة والماء الصالح للشرب. فانتوا حاليا كمؤسسه لابد جميعا نتكاتف على بناء هذه المشاريع التنمويه. نخرج ونقول لكل المؤسسات الدوليه الكبيره كفانا اكل. كفانا توزيع اكل. كفانا 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 هيا بنا ننمي مجتمعنا. ان كنتم انتم عندكم النيه لانماء المجتمع الصومالي. ان كنتم عندكم النيه لبناء المجتمع الصومالي. إن كنتم عندكم النية لمساعدة المجتمع الصومالي للخروج من الجفاف إلى الري
ومن الجهل للتعليم ومن المرض إلى الصحة، لابد أن نبني المجتمع هنا من خلال مشاريع تنموية قاتلوا على التنمية. احنا لا نريد أن نكون مستجدين شحاتين، يعني مش صح كلمة شحاتين عندنا موجودة؟ لا، احنا مش شحاتين، احنا عندنا لابد عن كرامة وعزة نفس، ولأننا عندنا قدرات، قدرات فكرية، قدرات بشرية، قدرات ربنا سبحانه وتعالى ادهنا في الأرض احنا عشنا عليها، نستطيع أن ننميها، ونحن أحسن الناس القادرين على إنماء المواد الموجودة في الصومال. لو اشتغلنا فقط في صيد الأسماك وتكفيف الأسماك أو تعليم الأسماك لأصبحت الصومال من أغنى دول العالم. الأسماك فقط، الأسماك فقط والمحيط أول. وعندنا الشتى بتاعنا طوله قد ايه؟ كم طول؟ كم كيلو؟ 3000 و 3000 كيلو؟ أكثر 3600 كيلو. تخيل يا شباب 3600 كيلو، لو في كل كيلو في كم ألف سمكة؟ وكم ألف حوت؟ وكم ألف جمبرياية؟ وكم ألف استاكوزا؟ وكم ألف مش عارف كذا وكذا 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 وكذا؟ يعني أنتوا تاني أكبر ساحل على المحيط بعد جنوب أفريقيا. رفض لنا سبعة عملنا كده، اهو انتوا عملنا كده. موقعنا الاستراتيجي مناخنا، الواحد بيدور على مناخنا جميل، في جو عادي بيقول لك الماء والخضرة والوجه الحسن. انا ليش الدنيا الاولين وانت بقى انت الوجه الحسن؟ بس عايز اكونك شعر كده. فلذلك لو احنا عرفنا قدرتنا سنستطيع أن نبني أوطاننا. لو عرفنا قدرتنا سواء كانت بشرية أو خارجة كهبة من الله سبحانه وتعالى لنا سنستطيع أن نبني أوطاننا. ننظر على اقتصاد الصومال من 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، كيف عاش هؤلاء الناس وصنعوا الأمجاد؟ كيف عاشوا وكانوا يرسلون المساعدات للدول إلى الآن ترسل إلى المساعدات ونحن نستجدي منها؟ كيف عاشوا وبنوا ها التكايم في الحجاز؟ مش دي أراضيكم؟ دي أموالكم؟ دول مين؟ دول هم أبائنا وأجدادنا اللي كانوا وثقوا في أنهم يستطيعوا أنهم يبنوا الصومال من الداخل، وثقوا ووثقوا في أنفسهم أنهم عندهم رسالة. ما هو كان بيطلع من الصومال اللي تيجي للصومال، ما هو الناس بتطلع منين؟ من الصومال تبتدي للصومال. فانتم الان، وانا سعيد جدا يا اخ شعيب ان يمكن 50 أو 60% من الموجودين شباب تحت 70 سنة. لا شباب. وعايز برضك تجيب الشباب. المرأة ليها دورهم مهم جدا في المجتمع، والشاب ليه دورهم في المجتمع، والحكيم ليه دورهم في المجتمع. فانت حكيم الزمان. ها؟ عندنا نستحكمك بحكمك وبأقوالك الرشيدة، تعلم الشباب زي الأخ الأخضر ده، شوف ده صغير زي عينيك، أو عينيك كبار ونجوزه الجوزة لسه متجوز؟ لسه مارد؟ مارد؟ خلاص يعني ستاندرد و أوردر فاذر اتفقت هنا وكان جيبهم وايف ها؟ تمام؟ الزواج ما مش لازم يعني الزواج، لا الزواج بناء بناء. أيوة أنا عندي مع أخت تبني مع المجتمع، اللي أهم وحدة في بناء المجتمع هو الزوج الصالح والزوجة الصالحة. أكثر من الشباب يا شعيب، أكثر من الشباب بخرجوا للمجتمع وصاروا ليها رجال قعد في المكاتب بتمرض. The more you sit in the office, the more you become sick. ده معايا يا شباب؟ جاب جلوس في المكاتب يمرض. يمكن كان شعيب يقول أنا مسافر، أنا بسافر علشان أنضف حاجتين، أول حاجة أنضف نفسي من إيه؟ من الفكر المغلوط اللي أنا بعيش فيه في المجتمعات اللي أنا فيها. بنضف كل الايه الذنوب اللي عندي بره. لما اتنين بتعلم، واهم تعلم منكم انتم
يعني اكتر واحد مستفيد من الرحله دي هو انا، لان اتعلمت من الناس ازاي عايشين المعاناه بتاعتهم من امكانياتهم الى اخره، عشان اصبح احاول ان انا اتحدث باسمهم. يبقى اول حاجه اني مردد نفسي، ثاني حاجه بتعلم، ثالث حاجه بحمد ربنا سبحانه وتعالى على انه لم يمتحنني كما امتحن هؤلاء الناس. امتحان الخير والشر فتنه، صح؟ والواحد كل ما يشوف الناس دايما كانت والدتي تقول لي يا الله يرحمها يا ابني اللي يبص لفوق لفوق كده تقف توجعه، صح؟ اي انت بص لفوق مش تبعك، لكن احمد ربك ودايما خالد الفقراء كانت تقول لي كده خليك مع الفقراء ما تروحش مع الاغنياء، لما تروح مع الاغنياء هتحس ان انت قدامهم فقير. وانا عايز بنطلونين كده بنطلون واحد، عايز يكون عندي عربيه، عايز يكون عندي مش عارف كذا كذا كذا، فانت يا ابني خليك مع الفقراء وعمارات طويله الى اخره. واخد بالك؟ فدت انه النقطه الثالثه الواحد يحمد ربنا على اللي عنده، ان عنده سقف تعيش تحتيه، عنده امن، عنده امان، عنده حتى اكل، مش اكل بس يوم واحد، اكل شهرين في الثلاجه ونجيب الاكل ونخزنه، صح؟ وبعدين كنا عيال صغار بتيجي نص الاكل بترمي في الزباله. انتم شايفين الاهدار في بعض الدول الغنيه اللي هي من العالم الاسلامي في رمضان وغير رمضان وفي الافراح الى اخره، كم الاطنان من الاكل اللي لو وزعت على الفقراء ان هو مال هتغنيهم. ده من النقطة الثالثة. سمعت برنامج يعني من بعد ظهور مثلا السعوديين من يعني برنامج سمعته؟ يقول لا ما تقولش اسماء دول. ايوه الناس الناس يرمون يعني ايوه يعني ايوه كويس يعني لا احنا مش جايين ناكل يكفي يعني شعب الصومال وشعب ال لو اشتباه ال اليرموك وشعب الرونكا وشعب اليمن. جزاك الله خير. يعني هو بيتكلم على كميه الاهدار بتاعت المال بتاعت الطعام، حفلات ولا افراح واعراس. لا يرموها الزباله. انا عارف نعم. انا بس مش هكوي مش هطول عليكم عشان لو انتم عايزين تسالوا بعض الاسئله واخدين بالكم. انا اهلا وسهلا، انا جاهز وانا مش تعبان، انا فرحان وكل ما بتكلم معاكم بفرح اكتر. بعد كده هزعر. حد يعرف زغرط؟ زغرط زغرط زغروطه 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 ابدا ابدا غلبان. هنجيب لك عريس يكون بيزغرط. اي اسئله من الشباب؟ انا جاهز. يلا حد يوصل الشريط كده. اي سؤال؟ سؤال محرج ما عنديش مشكله. قولي مثلا متجوز خمس ستات ولا 10 ستات او حاجه زي كده. خمس لا يجوز. ها؟ خمس لا يجوز. اسالني سؤال محرج. اتفضل. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم كده قوم كده عشان انا اشوفك وافرح بيك. جزاك الله خير دكتور حلم النهائي يعني نورتنا. انا عندي سؤال. الموضوع ثاني دور العمل الإنساني. نعم. يعني ما الفرق بين العمل الإنساني والعمل الخيري؟ هو طبعاً كل الإنساني والعمل الخيري. طيب. شوف. هو للأسف كل التعريفات اللي موجودة في القاموس حالياً هي تعريفات جاية من غرب. العمل الإنساني اللي هو العمل اللي هو الإغاثي دلوقتي، كان زمان اسمه ريليف عند إمرجنسي عملوا اسمه هيومانيتيريان. في الماضي من 30 سنة لما بدأنا احنا نعمل كان اسمه هيماتيريس مش هيماتيريس، كان اسمه ريليف اند ايمرجنس. عند العرب في لغتهم العمل الانساني هو كل عمل يخدم الانسان بما فيه التنموي بما فيه التأهيلي بما فيه التدريب. احنا مشكلتنا اسمك ايه؟ عمر. عمر سيد عمر سيدنا عمر. احنا مشكلتنا سيدنا عمر ان احنا ما حطيناش تأصيل وتعريف للمصطلحات الانسانية. فبنتبع المصطلحات اللي جايه لنا وما الناس اجتهدوا. ما بنقولش الناس دول وحشين، لا اجتهدوا. لكن فهمهم لكلمه انسانيه كان حصل نقاش كبير جدا بيننا وبين اللجنه الدوليه للسيد احمد في تعريف كلمه انسانيه. انسانيه تقول لك كل ما يمس الانسان في اي مجال. حتى ممكن يخش فيه الحيوان والطير لان هو دول كلهم بيستنفع منهم ايه؟ الانسان. اما كلمه انسانيه
في العمل في المصطلح الحديث في القاموس الغربي هي اللي هي اللي حاليا بنسميه العمل السري اللي هو العمل الائتلافي. العمل الخيري اللي هم بيصنفوه دلوقتي اللي هو عمل اللي هو التقليدي الخدمي في المجتمعات، يعني زي كفالة الايتام، توزيع الحصص الغذائيه، توزيع الملابس، الحاجات دي كلها. فالناس يا اخ عمر بيصنفوا على قدر فكرهم وفهمهم للمصطلحات. انا هقول لك حاجه يا اخ عمر، صلي على النبي. مش قادر كلكم لانه تحدي، لانكم ترددتوا انكم تكونوا ايه؟ رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عدد كلمات او مستخرجات اللغه العربيه واللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه واللغه الروسيه؟ من عنده الاجابه؟ اقولها تاني، كم عدد كلمات ومستخرجات اللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه واللغه اللي هو الروسيه؟ الانجليزيه يعني؟ ها؟ كلمة الانجليزيه؟ لا لا لا، احمد الكلمات كلها. لا الكلمات المستخرجات، كلمات المستخرجات. اللغه الروسية 100. أنا أعتقد أن اللغة العربية أكثر، بس احنا عندنا عدد. لا أستطيع أن أحدد، لكن يعني بصفة عامة اللغة العربية هي أكثر يعني عددا من اللغات العالم كله. أغنى لغة يعني. أنا مش مختلف معك. اللغة الروسية 130,000. 130,000. اللغة أنا ما بفهمش ما قلت حاجاتك بعدين. وبعدين اللغة اللي هو الفرنسية 160,000. بل لا، وبعدين اللغة الإنجليزية 600,000. أما اللغة العربية ف 12,200,000. في الفرق قد إيه؟ حتى لو أنت جمعت الثلاث لغات دول على بعض مش هتطلعوا مليون. فإحنا بنهمل كنز من كنوز اللغوية اللي بتؤثر لنا الاعمال في كل مجال في كل مكان. لذلك لما ترجع يا اخ عمر انت بتتبع ناس ربنا اكرمهم جزاهم الله خيرهم مجتهد، لكن فكرهم محدود في اللغويات بتاعت اللغه بتاعتهم. وانت بتهم من لغتك اللي فكرها مش محدود. ده التحدي. ده التحدي، وانا هقول لك كلمه ثانيه. مفيش شيخ يجي يقول لي انا شيخ وحافتي من غير ما يعرف عربيه. قول له انت فنكوش. تقول لي سومالي ولا مش عايز. لا يجوز ولا يجاز مفتي بدون لغه عربيه. ولغه عربيه باستنباطاتها واستخراجاتها. مش لغه عالميه لا، دي مش دي بتاعتنا. لغه العام لا. ده هو صفه من صفات او اساس من اساسيات انك تصبح عالم او محدث او مفسر او فقيه. ليس استعلاء ان انا بعرف اتكلم عربي، لكنها اصول من اصول العلم الشرعي في الاسلام. شكرا يا اخ عمر. تفضل. مش حرام انت تتكلم، انت خلاص انت بغيات ولا انت افغان؟ بطل افغان. العمل الاسلامي لا عشان التلفزيون شايف المذيع بيبص عليك ايه؟ لا الحلوه اللي هناك. عايز اسالك يعني عندك خبره كبيره جدا في العمل الانساني. هل في اولويات في العمل الانساني؟ مثلا عندك 100 دولار او 5 دولار وجدت اسره مسيحيه واسره مسلمه. ما انت بتعمل؟ هتدخلني الجنه ولا هتدخلني السجن؟ طيب اولويات اي عمل في العالم تبنى على احتياجات الناس الموجوده. يعني الاولويه بناء على الحاجه. لو المنطقه دي محتاجه ميه يبقى الاولويه ميه. محتاجه تعليم يبقى الاولويه تعليم. محتاجه امن يبقى الاولويه امن. محتاجه زراعه يبقى الاولويه زراعه وهكذا. واخد بالك؟ وهكذا. لما نيجي في مجتمع ما وفي مسلم ومسيحي في العمل الانساني اللي هو العمل اللي فيه اغاثه لا افرق بين الاثنين. لا افرق بين الاثنين ابدا، بالعكس
احنا من اجمل الاشياء اللي حصلت في الشيشان اللي غفلت الاتفاقيه في عام بعد الحرب الثانيه سنه 2000 اللي كان فيه امراه روسيه مكسوبه تيجي تاخد لحوم الاضاحي لانها مش مسلمه. كنا احنا بنحاول لحوم الاضاحي للسجق والمرتدله والحاجات دي كلها. فجت كده على استحياء تقول لنا يعني ممكن انا مش مسلمه زيكم وبتاع ده. فاداها الاخ زي ما ادى المسلمين بالظبط. دي مادة المسلمين في كل كبد راتب صدقة. كل كبد راتب صدقة. وخلي بالك لو انت اسعدت الاثنين ربنا هيبارك لك في العمل بتاعك اكتر. الاثنين هيكونوا مجتمع. انت عايز عملك يا اخ عبد القادر يربط المجتمع من تحت ببعض. لو غير المسلم وجدت فقط بتدي المسلم هينعزل عنك. هبتدي الظن وسوء الظن والكر الى اخره الى اخره ويبتدي يخترق من ناس اخرين. فلابد ان نوازن ما بينها حتى في الزكاه. في الزكاه فيها في سبيل الله فيها المؤلفه قلوبهم. مؤلفه قلوبهم فتره الشيخ شرائع الشيخ قرضاوي بن يوسف الخير يعني قال لك حتى ولو لم يرجع اسلامهم. انت بتؤلف القلوب مش بتحرم الناس على دخول الدين. لتحامل الناس على دخول الدين ده يعتبر جريمة ضد الإنسانية. إن أنا فقير، أنا محتاج، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، وكل إنسان بيفرض على الناس دين من أجل الطعام هو بيرتكب جريمة ضد الإنسانية. لكن لابد إحنا نؤلف المؤذن كذا لذلك الله سبحانه وتعالى القرآن سورة التوبة والمؤلفة قلوبهم. يعني على الأقل ما يبقاش عدوهم. وده ليه سهم. سهم داخل الزكاة. مش سهم داخل الصدقات والهبات الى اخره. اتفضل. تعالى جنبي هنا. اسمع عمر انت كمان برضك ولا اسمع؟ ولا اتفضل. عمر ولا؟ بقول لكم عمر ولا ايه؟ سيدنا عمر عدى عليكم. اتفضل. جزاك الله خير مختار يعني. كنت عايز اسالك في العمل الانساني يعني هنا. وفي جاي بلد في يعني يسمى فوق على الحياه من الدول العربيه وفي الحياه العربيه يسموا تربيشنال دارفيس نان تربيشنال يعني ايش رايك يعني؟ معتبرين تقليديين ومعتبرين غير تقليديين. مين التقليديين؟ التقليديين هم الغير العربيين والغير التقليديين هم العثمانيين يعني مش يعني هذا التصور انه الدول الإسلامية والمسلمين يعني مش يعني ما كانوا شغالين في العالم الإسلامي، إيش صار لها؟ شكرا، أنا عشنا ده برضك نرجع لنفس الموضوع بتاع الأخ عمر اللي هو التسميات. من الذي يسمي التسميات؟ هو الذي تقدم بالعمل وأصبح يكون بحوث وأصبح يكون أوراق بحثية. هم لقوا إن في الماضي إن أغلب الفلوس اللي بتروح للأمم المتحدة واغلب المؤسسات الكبرى اللي هي المؤسسات الغربيه الانسانيه جزاكم الله خير. احنا كدول مؤسسات اسلاميه او كدول اسلاميه لا نعلن عما نقوم به. لا ندخل في المحافل الدوليه. لا نعطي تقارير. نعطي تقارير للمؤسسات الامميه نقول لهم احنا السنه دي كدوله اكس كدوله عربيه اسلاميه طلعنا مليار او 2 او 3 مليار، التانيين بيطلعوا 100 مليون 50 مليون يكتبوها. انت ما بتكتبش. فزيك هم نفسهم تقليديين وانت لسه جاي جديد، بالرغم ان انت بتعمل بالظبط كما يعملون. المشكله مش عندهم. المشكله عندنا احنا. المشكله ان الامم المتحده وما عندها التقارير. احنا ما بنمنعش التقارير بتاعتنا، ندخلها في المنظومه متابعه الاعمال اللي احنا عملنا بيها. يعني شوف كم مره الدول العربيه تبرعت في خلال السبع ثمان سنين دول لسوريا والى الان في بعض الدول مش محطوطه على خريطه لانها بتتكسل او كذا او كذا دون ذكر اسماء الدول. كم مره من الدول المسلمه تبرعت للصومال في ال 30 سنه اللي فاتت؟ ها؟ ومع ذلك مش مكتوبه. لكن مكتوبه عند الامم المتحده اللي هم ناس بيكتبوا. انت لما تخش مكان بتمضي. انا دخلت مكان ما مضيتش عرفنا اني دخلت. فالمشكله مش عند المؤسسات الامميه، المشكله عند الدول العربيه والدول الاسلاميه والمؤسسات الاسلاميه اللي مش بتخش
وتنخرط في مثل هذه المجتمعات. احنا سجلنا الإباثة الإسلامية في الأمم المتحدة تعمل كم سنة؟ 26 سنة 1993 وخدنا صفة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2001 في سبتمبر 2001 يعني بعد تغيير سبتمبر بحوالي 3-4 سنين أو 3-4 سنين مش 3-4 سنين خدت بالك؟ فأنت اسعى والأبواب مفتوحة أنت ما بتسعاش ما بيتكلموش عنك ما بتحطش تقريبا ما بيتكلموش عنك ما بتلتقيش بيهم ما بيتكلموش عنك ما بتعملش أبحاث ما بيتكلموش عنك أن الغرب والمؤسسات الأممية الكبيرة هي مؤسسات حكومات تؤمن بالأرقام وتؤمن بالأبحاث وتؤمن بالأوراق اللي بنقدمها لهم. يا شباب مين ثاني؟ تفضل. عشان كده لما كلمت انا قلت لك مساء 1993 اخذنا التصريح ان نكون عضو في اللجنه مجلس الشؤون الاقتصاديه للامم المتحده خطوه ولا لسه مجلس الاقتصاد خطوه مجلس الانكسار لابد تاخدوه مجلس الشؤون الاقتصاديه للامم المتحده لان بتفتحك على كل المحافل اللي بتنظمها الامم المتحده في السنه مش عايز فلوس ولا حاجه احنا بنعيش في حاجه اسمها عصر الاسلاموفوبيا بنعيش في حاجه اسمها عصر ان الايه ان اصبح في شريك جديد انساني اسلامي بعض الناس بيحبوه وبعض الناس ما بيحبوش بنعيش في عصر ما بعد سبتمبر 11 سبتمبر اللي هو بيتهم هذا الفصيل من العالم انه ارهابي او انه متطرف او انه صدامي الى اخره فأهم شيء بنعمله إننا ننفتح نمرة واحد يكون عندنا في الداخل حوكمة رشيدة ما يكونش عندنا في الداخل تبعيات سياسية أو تبعيات دينية لتشكيلات دينية مختلفة لأن دي بتخلي الناس يبصوا لنا نظرة مختلفة لا نخلط الأوراق ما بين العمل الإنساني والعمل غير الإنساني اللي ما يجوز منه العمل العسكري يبقى احنا اتكلمنا عن السياسة وعن الدين وعن العمل العسكري زائد اللي هو الشفافيه في صرف الاموال انا جيت اصرف اموالي في بلد زي الصومال صعب تحويل الاموال وصعب صرف الاموال وصعب متابعه صرف الاموال لابد يكون عندي شفافيه ماليه غير عاديه شفافيه ماليه غير عاديه من البنك في لندن الى المستفيد في اسمايو او الى اخره شفافيه شفافية حتى لو أخطأت أقول إن أنا أخطأت أديكم مثلا من أمثلة أوكسفام 2010 لما حصل قصة الدعارة في هايتي وطلعت الفضيحة قدموا تقرير للتشاد كوميشن التقرير ما كانش كامل لكن قدموا تقرير وفضل التشاد كوميشن ما ردش عليهم لما حصل الفضيحة السنة اللي فاتت احنا قدمنا تقرير من 10 6 8 سنين فكل انت عندك خطا تخطيه ما تغمد ما ايه ما تقفلش عليه
تفتح الباب تقول انا اخطات، يقول انا اخطات احسن من ايه يكتشف انت اخطات، يعني ناتج على الاخر يكتشف خطا سارع يصلح خطا ولا الثاني. يبقى كانت حكمت الرشيده الشفافيه ابناء اللي هو الاشتراكات والعلاقات مع الاخرين، بناء الشراكات والعلاقات مع الاخرين، ما حدش من الناس دول هيدافع عنك الا لما يعرفك، مفيش حد هيدافع عنك عشان انت مثلا بتعيط او كلمه حلوه ولا لا، مفيش حد هيحط يعني. الحاجه اللي انقذت بعد فضل الله سبحانه وتعالى اللي بس اسميها في 2001 في بريطانيا، لما حصل احداث 2001 كان بتحصل في لقاءات خاصه لم تكن تدل عليها الاغاثه، لكن كان عندنا علاقه مع حاجه اسمها كافكا اللي هو المؤسسه الكاثوليكيه كافكا للتنميه تبع الكنيسه الكاثوليكيه وتبع روما. بدأناها من امتى؟ من 1998 يعني الناس عارفونا وبيزورونا وكذا 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 الى اخره. فلما بدأوا يتكلموا في الجلسات الخاصه بتاعتهم قالوا لا احنا عارفين الاغاثه الاسلاميه. لازم الناس تعرفها. لازم الناس تعرفها. ليه؟ لان الجو اللي احنا عايشين فيه انت متهم الى الناس بالعكس. وللاسف بعض او كثير من الدول اللي هي تعتبر عربيه او اسلاميه بتتهمك نفس التهم. نفس التهم. في امر ثاني عندك تمثيل النساء والشباب في المجالس اللي بتاعتك او في المستشفى اللي هم الموظفين. يبدا بعض المؤسسات الاوروبيه تقول لك لا دول مؤسسه ذكوريه. حط عليها علامه استفهام. لابد يكون في توازن عشان نجيب مثل هؤلاء الناس مع الشباب اللي هم يغامروا جزء سواء كان بنات او شباب لانهم جزء من نسيج المجتمع بتاعنا. انا اديكم مثلا على عدم مشاركه المراه. رحنا مره منديره، منديره تبع مين ساكن فيها؟ كلكم صوماليين في كينيا صح؟ الكلام ده مش عارف 2005 او حاجه او 2006. الارض هناك حمرا حمرا حمرا، واحنا ماشيين كان العربيات ما فيهاش تكييف، فاضطرنا نفتح الشبابيك. فالتراب الاحمر جه على وشنا وعلى تقلنا، فما كناش متخيلين ان احنا شكلنا زي الشياطين. كل واحد فينا كان بيقعد يضحك على التاني لما يشوفه. لما نزلنا عشان نقعد مع الاطفال والنساء هناك ما كانش ولا امراه معانا، الاطفال كانوا مرعوبين. رجعوا كده وقعدوا يعيطوا، والنساء مؤدبات فقاعدين كده يعني انت جاي تعمل معايا ايه؟ وانا نساء محافظات يعني. فاحنا ادركنا ان احنا كنا مخطئين وما كانش معانا نساء او شباب. العام اللي بعدين لما رحنا نايجر ومالي وتشاد وليبيا كان 2007 خدنا معانا ثلاث نساء، ثلاث بنات. العيال الصغيرين كانوا بيلعبوا على حجرهم ويتنططوا ويحضروهم كانك انت في عيد. واحنا خدنا ايه كرسي ورا. فالمفروض احنا جماعه بقى الفقه التفسير والشريعه يسمحوا بسفر المرأة المسلمة في ظل الشر. هم اللي يجدوا الحلول، مش يقول لك لا. العادات تختلف. لا. المجتمع دلوقتي هقول لك حاجة، أنا لو نزلت دلوقتي كصومالي كرجل ودخلت أي قرية أو أي مكان من مكان نزول اللي هو ثلاث أرباع نسوان وأطفال. النسوان هتاخد خطوة لورا منك، وأنت صومالي وهي صومالية. لكن لو لقيت اسمك أنت. ها؟ ريان. يعني انت كمان باب من ابواب الجنه؟ هتجوزني. ها؟ عشان باب من ابواب الجنه؟ المهم حتى الصوماليه عايزه اعرف صوماليه تكلمها. كان امبارح معانا كانت اخت اسمها الست الكبيره كان معانا النص اسمها ايه؟ مريم ولا اسمها؟ عائشه. لا اسمها عندها حاجه ماما ايه؟ اتكلمت ماما عاملها. انت كنت هناك صح؟ ماما عاملها اتكلمت على حاجه خاصه. لما اصبحت بالغه وحصل لها كذا 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 ما لقيتش حد ينظف ازاي نفسها وهي عايشه في ايه؟ ومخيم مخيمات الايه المسيحيين. دي الحاجات اللي هي زي ما بنقول ايه؟ ان كايند دونيشن او نان فود ايتمز بنتكلم عنها. فبالتالي جزء من وجود الغرب دلوقتي يعتقد ان عدم وجود المراه ده شيء من اساسيات العمل. يبقى انت العمل عندك مكسور. فاحنا نوازن ما بين حاجتنا للمراه وحاجه الشرع حماية المرأة لما تعمل مثل المجتمع. ودي في أشياء كتير ممكن نحطها. الأمر ده الخطاب الإعلامي بتاعك.
تختبر اعلانك الصور اللي بتحطها على الفيسبوك والسوشيال ميديا. الامر الرابع او الخامس او السادس او السابع في مؤسسات بتصنف انت ما بتعرفش انها بتصنفها. يعني في حاجه اسمها وورلد تشيك، عارفها زمزم؟ وورلد تشيك او اللي هو توتال رايت. عنده 3 مليون مصنفين انهم ارهابيين. اي حد بيكتب اي حاجه بيوديها له بما فيهم انا قبل ما اشيل اسمي. كنت اعرف من لما اسمك بيتحط هناك البنك ما بيحوش فلوس. كان مره من المرات عايزين نحول فلوس من كندا لبريطانيا لجمعيه ما، كان في 3 تحت على ايه على القهوه بتاع توبس ورايت. وقلنا لهم لما مشوا بدا يحولها بوينت، البنك بيخاف. انا اعرف توبس ورايت يا شعيب وورد تشيك عشان كل موظف عندك هنا تعمل عليه تشيك هو نضيف ولا مش مستحمي؟ مستحمي كل يوم اكيد. كان سؤال تساوى اللي جاي، خلي بالك مش عشان انت عشان واحد ست بقى يعني خلاص لا، انت برضك ممكن تكون اسكندي. ده دلوقتي اصبح فريضة على كل مؤسسة تعمل في الاماكن دي، حتى اللي بيتوظف يبقى عايز كان. لان اللي بيحط القوانين دي مش احنا. في مؤسسات بتتبع وخاصة المنطقة بتاعتكم لان هو المنطقة كلها يعني صراعات مسلحه. فممكن يعني ده ممكن حتى تصبح ريفرنس انت مش عارف في سنه كام 20,000 او 15,000 حاجه زي كده. هو انت بتعمل سكاني على كده لو في اي جمعيه صوماليه عايز تطلع الناس تقدم منهم خدمه من خدمات. فكل الحاجات دي اخ عمر برضك ولا محمد؟ اخ محمد ربك. كل جمعيه من الجمعيات دي ممكن تستفيد خدمه من ايه؟ من زمزم كمؤسسه كبيره انك تكشف لهم على الناس اللي عندها تقول لهم شوفوا والله الناس دي كذا الناس دي كذا الناس دي كذا. وفي كل الوسائل دي موجوده متاحه، لكن اهم شيء التواصل والانفتاح وبناء الشبكه ودخول مؤسسات الامم المتحده اذا كنت هنا او لو كنت في اوروبا الاتحاد الاوروبي. اتصال بالسفارات كان موجود اهو. اليوم بدات السفارات تفتح هنا اهو. الامريكيه فتحت، البريطانيه فتحت ولا لسه؟ فتحت في حال مش مشكلة. بس لو اتصل. الله يعافيك. الله اتصل. إذا ما تتصل هي تتصل لا مشكلة. لا اتصل بس. الله اتصل عليك. والسعوديين والنرويجيين وحاجات كلها كلها اتصل بيهم. في المنطقة الأخرى هناك. اللي هي في المطار مش كده؟ نعم. في المطار. تفضل. الوقت خلص ولا لسه؟ احنا ممكن نصلي المغرب مع بعضهم. يبقى انت وكيل ده برضه عشان ما يمشي في حلا يا يا عم انا مفتي كتير ما انا مفتي يا انا مفتي مالك انت؟ عقلية الدنيا دوت ايه؟ بص يعني اسمك ايه؟ محمد محمد الف محمد ب بص دكتور اول اشكر في كلمتك المؤخره حول العمل الانساني. أود أن أسألك سؤالين حول التهدئة. الآن تحدثت عن التحدي العالمي الذي يواجه العمل الإنساني. بخبرتك الجديدة الممتدة حول العمل الإنساني، هل هناك تحديات أخرى تعوق العمل الإنساني على الصعيد العالمي؟ وهل هناك يعني تحديات أساسية تواجه العمل الانساني على سعيد السمع؟ طيب التحديات كثيره. احد التحديات كان بيتكلم عنها اخونا محمد لو بيتكلم عن الارهاب، الحرب على الارهاب والاسلاموفوبيا. اكبر تحدي سواء كان داخلي او خارجي في الصومال او دول الصومال. مدينه نمره واحد. الامر الثاني التحدي المهم جدا اللي هي الكفاءات البشريه اللي عندنا، ضعاف جدا في الكفاءات البشريه. ضعاف العمل الخيري مش عمل هبلولي كده اي حد يقوم بيه. مش عملنا اشيل بس شنطه واديها للناس وارجع، لا العمل الخيري اصبح فيه مهنه، اصبح حفظ، اصبح رساله، اصبح مهمه، اصبح يؤثر على المجتمع، بيبني مجتمعات، بيبني السلام، انتوا عندكم حاجه اسمها كده بناء السلام مش كده؟ الى اخره. اصبح حاجه اسمها بنسميها اللي هي دلوقتي سايكو سوشيال سبورت اللي هو العمل النفسي مع الاطفال مع النساء الى اخره الى اخره. ما كانش موجود زمان قبل كده.
فاعتبر ان عمل اهم شيء لحد عمل الانسان اللي بتكلم فيها ده عمل انساني اللي هو معرفه ما هو العمل الانساني. معرفه ما هي المعايير الانسانيه. هي بردك اللي حطوها الايه بلاك اند وايت الاحمر. صح؟ موجود معايير نتبعها. بناء الكفاءات اللي عندنا. خد بالك اللي هو التحديات الاخرى اللي بنتكلم عنها العرقيات اللي موجوده عندنا. والصومال بسم الله ما شاء الله مليانه قبائل مليانه عرقيات. اللي هو الثقافات المذهبيه المختلفه لحد شيعه سنه بعدين جماعه اسلاميه اخوان صوفي بعدين صوفي الف ولا ب ولا ج بعدين جماعه اسلاميه الف ولا ب ولا سلفي الى اخره. دي كلها تحديات. تجد في بعض الجامعات ملتزمه بالشيخ ده او الشيخ ده او الشيخ ده. غلط. لا الفلوس فلوسك ولا فلوس الشيخ. ده تحدي اخر. حتى كيف نتعامل مع المجتمع الدولي؟ كيف نفهم خطاب المجتمع الدولي؟ التحدي الاخر كيف نخرج رسالتنا تصبح انسانيه ما تصبحش عاطفيه فقط؟ يعني الرساله العاطفيه شيء اذا كنت بلغت لك بغير انسانيه لا يخشى منها من يراها اللي بيكتب عنك تقارير. التحدي الاخر كيف نتواصل مع الحكومه بتاعتنا الصومال؟ نقوي من عزيمتها عشان ندي المجتمعات لان في النهايه لو احنا ما ساعدناش الحكومه ما ساعدناش الصومال هتطب ذلك. دي ارض احنا واقفين عليها. صح؟ التحدي في البناء الداخلي في المؤسسه. ده في كل المؤسسات سواء كانت في الصومال او خارج الصومال. والهيكليه المؤسسيه والتبعيه لشخصيه كاريزميه هي اللي اسس المؤسسه. يعني في حاجه اسمها بنسميها ايه؟ متلازمه المؤسس. اللي هي ايه؟ فاوندر سندروم. يعني المؤسس ده بيقول لك يعني من القبر الايه؟ من الايه؟ من المهدي للحد مش كده؟ ما ينفعش لابد يكون في تتابع في القيادات. التحدي الثاني اللي هو بناء قيادات الشباب داخل المؤسسه عشان في توالي. انا وانا في المؤسسه اخونا محمد ولا اخونا عبد القادر ولا اخونا شعيب لابد 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 يربوا شباب يستطيعوا يتعلموا منهم وهم موجودين في الاوفيس بتاعهم. مش بعد ما يخرجوا يعلموا الناس. لابد يكون ليا فتره اسبوعيه ان انا اقعد انقل خبرتي للاخرين. انت الخبره بتاعتك مش ملكك. الخبره بتاعتك اللي عملها مال الفقراء والمساكين. فعليك فرض عين ان انت تعلم بيها المجتمع وتعلم بيها الشباب. عليك ده فرض عين لان اللي علمك مال الفقير. اللي كبرك مال الفقير. اللي خلاك تبقى حيثيه في المجتمع مال الفقير. فعلي ان ارجع الخبره والعلم للمجتمع عشان المجتمع يتكامل معي ويطلع قيادات اخرى في المستقبل. من اهم الاشياء اللي عندنا ان احنا لابد ان نبني قيادات المستقبل. لابد 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 ولابد يكون مجالسنا الاداريه او مجالس التنفيذيه فيها جزء من الشباب عشان نحتضنهم يكبروا وبعدين احنا ندرك الايه؟ الاماكن بتاعتنا. ودي كلها تحديات كتيره. الثقافات المجتمعات اللي تشتغل فيها. لابد ان احنا نعرف عن ايه الثقافات بتاعت اديانهم عقائدهم قيمهم قبل ما تروح في اي مكان مش عارف انت المجتمع ده بيتعامل ازاي. التركيبات المجتمعيه في كل مجتمع لابد نعرفها تحديات اخرى. اشياء كثيره جدا لو انت قعدت تحدد ممكن تلاقي 100 تحدي او اكثر من 100 تحدي. احنا نحددها ونبتدي على كل منطقه نشوف كيف نتعامل معاها بس اهم شيء هو بناء الكوادر. بناء الكوادر بناء الكوادر. تفضل. الصلاة. حاضر حاضر. انا هصلي مع المغرب مش كده؟ مظبوط. الفتوى جت من الشيخ هنا اهو. الشيخ ده بتاع الفتوى. انا هيك مع الظهر مع المغرب. ها؟ مش علي. شيخ علي اه. الله يحييك. جزاك الله خير ثاني هذا القيمة اسمي حامد يوسف من حضرتك يعني القيمة منها في بدء اللي هو كاتب جهود لبناء المؤسسة قوية نعم كيف نؤثر نحن وكيف يعني نستطيع أن نبني هذه المؤسسة القوية للدولة ما دورنا نحن وكيف نؤثر وما هي الخطوات التي يجب او ينبغي ان نتخذها.
جزاك الله خير. في الصومال في جمعيات كثيرة سجلت. أنا كنا في ورشة عمل امبارح احنا مش عارفين كم جمعية مسجلة في الصومال. وده تحدي أيضاً. فعلينا على الأقل نبدأ كمجموعة من الجمعيات الكبيرة اللي عندها رؤية فاهم؟ زي زمزم وخمس أو ست جمعيات. نبتدي نفكر إزاي نحاول نتعاون مع بعض عشان إيه؟ نبني مؤسسة نستطيع إنها تساعد الجمعيات دي. أصبح في الصومال في وزارة للشؤون الإنسانية، صح؟ كانت أول وزيرة من سنتين كانت الدكتورة مريم، مش كده ولا إيه؟ دلوقتي في حمزة وزير آخر. نتواصل معه بس نتواصل برؤية محددة. لو اجتمعت زمزم وعمل اجتماع في الغرفة دي لأكبر خمس أو ست أو سبع مؤسسات في الصومال، قعدنا مع بعض وفكرنا كلنا كمجموعة من المؤسسات الكبيرة كيف نساعد الصومال. المجال ألف أو ب أو ج أو د. ثم التقينا مع الوزارة إن مديره بيتنا عايزين نتعاون معكم علشان إحنا بنتكلم مش على زمزم أو المنهج أو مش عارف مين أو مين، إحنا بنتكلم على الصومال. والصومال ليس ملك لفصيل أو لمؤسسة أو لحزب، إنما ملك لكل الصومال. فلابد الرؤية تطلع هنا شعيب اللي هو يوم أو يومين مع بعض مع جمعيات، كل واحد طلع ما عنده ونطلع ورقة صغيرة كده. دي استراتيجيتنا في الخمس سنين أو عشر سنين، ونقعد مع الحكومة. ونبتدي نخطط مع الحكومة ومع أنفسنا إيه اللي إحنا نقدر نقوم بيه. ونعمل لنا لوبينج يعني مجموعات ضغط على المجتمع الدولي، ده اللي إحنا عايزينه. يعني اللي إحنا قلنا مش عايزين مساعدات إنسانية وعايزين مساعدات تنموية هنفرضها على ألمانيا. بس من خلال الرؤية ومن خلال تكاتف الجهود. فلابد في الغرفة دي يا أخ محمد إن هو نقعد ونرسم خريطة للطريق لبلدنا ووطننا، وإزاي كيف نبني مؤسسات دولة، وإزاي كيف نبني مؤسسات مجتمع مدني، وإزاي كيف نحافظ على تماسك المجتمع بتاعنا في الصومال. تفضل. لسه المغرب ما جاش. فخير أهو. طيب في الختام نشكر الدكتور هاني البنا رئيس المملكة الإنساني على محاضرته القيمة، جزاه الله خير. دكتور هاني ما تكفي ساعة أو ساعتين، يحتاج إلى نصف يوم تقريبا بس والناس ما يملكوا، فجزاه الله خيرا على هذه الكلمة القيمة. إن شاء الله يتكرر بنا دكتور هاني وتتكرر على المعالي إن شاء الله على المعالي. نشكره كثيرا. طبعا كثير من الناس ناس كثيرين يحتاجوا يسألوا، لكن إن شاء الله فرصة أخرى. جزاكم الله خيرا. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة وكالدولة على عملت في أشير ولا؟ هذا فينش؟ طبعا من جرزة.